وصلنا رشا لمش ختام مشوارنا الصباحي، وراح نكون في بمساحة كتير بينتظروها الأشخاص، مع خصوصا مع نهاية العام وبداية استقبال عام جديد. طبعا اليوم مثل ما قلتي نيرمين، هي اكثر شيء اصلا العالم هلا عم تروح عليه، عم ندور على امل، فعم نروح بكل الاتجاهات. اليوم باخر فقراتنا رح نكون مع علم الفلك والتوقعات، يلي دائما عم تحملنا الامل والتفاؤل ببكره، ولو كان هذا التفاؤل عم يبلش من انفسنا ومن حالنا ومن وهمنا. خلينا نقول اليوم حتكون معنا السيده سمر عمران، خبيره الابراج الارقام والطاقه. صباح الخير وسعد صباحك. يسعد لي صباحكم، كيفكم؟ نحن كثير منيح، كيفك وانا منيحه الحمد لله. يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. يعني خلينا نبلش اول شيء من سنه 2022، الرقم يبدو مميز. شوفي شو بتحملنا السنه الجديده؟ شو قصته رقم 2022؟ دائما نحن من عام 2000 فتنا بالتاليف اثنين، يعني هلا بيقولوا بتؤلف ولا تؤلفان، ما كانوا يفهموا شو معناته، انه صارت هي رقم اثنين، يعني اثنين ابتدينا فيها من عام 2000، وحمل معنى الطاقة الأنثوية من عام 2000. لو وصلنا لهي المرحلة اللي هي 2022، 22 مجموع أرقام 2 2 2، يعني 6. الستة طبعا هي بناخذها نحن باتجاه الكواكب لكوكب الزهرة، لذلك السنة تاخذ طابع أنثوي كثير كبير. الإضافة في عنا أنه هي رقم 6، بناخذ فيها مثلثين بصير نجمة سداسية. النجمة السداسية كمان بتاخذ الذكر والانثى، يعني كمان السنة بتحمل ذكر وانثى. في عندك انها النجمة السداسية بتاخذ الرقم 6، بناخذها بالابراج الرقم برج العذراء، يعني معناته ان احنا سنة 2022 رح يحكمنا برج العذراء. هلا عمليا انا شفت انه في تدفق بالطاقة الانثوية السنة، انا رح ارجعكم شوي لعام 2012. انتوا صبايا هيك تذكروا بعام 2012 ابتدى يعني التدفق الانثوي يظهر. قبل ما كان في كثير، شوفوا بقى بالاماكن العامه، بالمحلات، بالاسواق بيشتغلوا النساء اكثر، صار نسبتهم اكثر. لذلك من عام 2012 ابتدت هي الحاله. هو شو السبب؟ يعني شو بدنا نربط؟ نحن في اسباب. كوكب المشتري ارتبط هو بكوكب نبتون بهذيك المرحله، عفوا كوكب نبتون فات على برج الحوت بهذيك المرحله، دخل وعمل هي هالانقلاب الجذري بالطاقه الانثويه، لذلك صار في فن، في أغاني، في انطلاقة جديدة. هلأ شو بده يصير؟ نحن فايتين بمرحلة برج الحوت. شو أنتم بالنسبة لنظركم، نظركم شو هو؟ برج 12 الحوت آخر الأبراج، بده يضيف السنة، بده يكون ضيف لبرج الحوت، هو المشتري، كوكب المشتري. طبعا كوكب المشتري إذا عملنا دورة كونية، أنا عملت طبعا ضربت 13 ب 12 او 14 ب 12، لانه في سنين طلع عندي بين 158 بال 166، رجعت لعامل يعني 166 سنه لورا حتى قدرت انا اوصل لهي المرحله اللي احنا قادمين لها. شوفي الكون كيف بيفتل، يعني انا عمليا عم حاكيك علم ارقام، ما عم اقول لك والله انا هلا قاعده نايمه وفقت شفت الكوكب زحل صار هون معناته في توقعك، لا، بدك تبني في علم، بدك تبني عليه معطيات وفي له مقدمات وبدك تكوني متابعه. طبعا هلا اذا انت سالتيني انه برج مثلا بعام 2022 هو الاكثر حصر، انا ما بقدر اجاوب هيك، ما بقدر صحيح ابدا. يعني نحن بدنا نسالك عن هي القصه، يعني بدك تسالي اللي اعطيكي دغري. اول شيء في برج عربي للشخص، ثانيا في برج مواليد، ثالثا في بعلم الارقام ثلاث حالات، عندك علم بعلم الارقام، عندك علم ظاهر، عندك علم باطني، عندك علم يومي، رقم يومي. طبعا ارقام صاروا قديش؟ خمس عناصر، بدك تجتمعي هالخمس عناصر حتى تعطي جواب لهالشخص. طبعا يعني انت بقراءاتك او بقراءات الفلك بشكل عام انتم عم تعتمدوا على الخمس ابراج؟ انا لا، انا بعتمد على مو خمس ابراج، خمس عناصر. عناصر الكائن الظاهر الباطني هي موجوده بالكون. طبعا. خمس عناصر، في عندك عنصر التربه، عندك عنصر النار، عندك عنصر الهواء، عندك عنصر المعدن، عندك عنصر النار. شوفي خمس عناصر، بدك تعملي دائره. انت لحتى توصلي لاكتمال هالدائره بتقدري تعطي توقع، اذا ما قدرت توصلي للدائره كلها ما بتقدري تعطي توقع. لذلك بيكون انا مثلا اذا بدي اعطيكي انت توقع على برج الحوت بعطيكي نسبه 20% ممكن تاخدي فيها كسنه 2022، بس في ضل 80% كيف بدك انت تعرفيها؟ انت ما فيك تعرفيها. طيب انا اذا برجي مثل ما كنت يعني عم نحكي انه انا برج الحمل مثلا،
أنا اليوم شو بتاخدي من الحمل؟ أنت بتاخدي الجزء اللي هو كونه بده يضيفه، يعني السنة بده يمرق هيك مرور الكرام ويكون ضيف كتير حلو، هو كوكب المشتري لأنه كل 12 سنة بيعمل دورة للكواكب، بده يزورك يعني، إلا ما تاخدي حظوظ لأنه هو ببشر بالخير، هو العطاء، هو الأفكار الحلوة، هو الانتشار والتضخم. يعني أنت بس هلا عم تنتشري بالإعلام، بده يصير عندك انتشار بأكثر من محطة، هذا بيساعدك، بس مو يعني انه انت اخذتي الحظ المطلق، لا. انا عم بسال مثلا فهمتي علي شو قصدي؟ الحمل كله بشكل عام، يعني انا حمل ونيرمين حمل، لا هي هلا كنت اعمل لك، ما فيني انا اعطي توقع لحمل لانه انا بشوف حمل الشاب الصغير، بشوف حمل طفل صغير، بشوف حمل. اذا كان بالبيت انت مالك حمل بس بالبيت في حمل بتراقبي له الحمل بتتابعيه، انا ابني حمل بدي اشوف، بيكون هو لانه الحظ عنده عم يعطيني هذا الانعكاس وهذا الانتشار وهذا الشعاع اللي عم يخليني انا انه اكون محظوظه. طيب تشوفي دائرة البيت كمان. طيب تشوفي هلا اذا حدا حوت بالبيت مثلا السنه يعني بياخذوا من هذا الانتشار، بس مو يعني انه والله انا اذا انا ابني حوت معناته انا صرت حظ مطلق، انا بقعد بالبيت وناطر الباب يدق ويجيني الحظ، لا بدي اروح اشتغل ليجيني الحظ. طيب اذا بدنا نحكي عن حكيتي حضرتك عن موضوع الحظ، من وين بتاخذه؟ من وين ناخذ الحظ نحن؟ نحن كحظ بشر اول شيء بنعملنا مش شغلنا، وثانيا يعني الاسم له تاثير كثير. مثلا انا اسمي اعطاني مثلا لمرحله ممكن حقبه من الزمن ما كان منيح، بس كل حرف من اسم الشخص بياخذ 10 سنين. مثلا انا اسمي سمر، اعطيكي مثال، حرف السين 10 سنين، الميم 10 سنين، الراء 10 سنين، هي 30 سنه انا راحوا من حياتي، شو اشتغلت فيه راحوا. اجيت لعند حرف امي مثلا، اذا اسم امي حرفين معناته انا صار عمري 50 وخلصت كمان من حروف اسمي. طيب انا لساني عايشه صرت بال60 معناته انا وين بدي اروح؟ بدي اروح لعند اسم الوالد نشوف شو اسم الوالد، اسمه طويل اسمه قصير، المهم انا باخذ كل حرف منه. طيب طلع اسم قصير بالاسم الوالد، بنروح على الكنيه. شوفي بدك تراتبية، عم تراتبية. لذلك نحن انا رجعتكم هلا لعام بعام 2022 رجعت فيها لعام 1856. اوه طيب هلا الكل ناطر، خلينا هيك نعطي خطوط عريضه. ايه. اليوم هي السنه بدنا نطلع من الفود يعني خلص. نحن نحن بال 2010 كنت انا على هوا صوت الشباب، طبعا انا والمذيع قلت لها احنا قادمين على سنين اسمها هدم من اجل البناء. قامت طبعا المذيعه تضايقت مني، قالت شو بتقصدي بالهدم من اجل البناء؟ نحن بقيانين بهذا الهدم من اجل البناء لشتاء 2023. مهم نبني. شفتي شو يعني بنبني؟ هذا شيء كوني، هذا كوني، هذا كوكب بس بلوتو، طبعا الكواكب بلوتو اورانوس هالكواكب البعيده ما بتاثر علي انا كشخص، انا بياثر علي مجتمع سبع دول. كواكب هلا الشمس ما بتتراجع، القمر ما بيتراجع، في عندنا المريخ بياثر علينا كثير، في عندنا زحال، في عندنا المشتري، في عندنا الزهرة، في عندنا عطارد، سبع كواكب. نحن اصلا مبنيين على سبع طاقات وسبع شاكرات. الكواكب هي اللي عم يجيبوا لنا بين هلالين نبتون مشتري، طبعا عفوا نبتون اورانوس، هدول انا ما بشتغل عليهم ابدا، ما بقرب عليهم، هدول بيحركوا لي الدول. يعني مثلا سوريا، لا اعطيك سوريا برج الثور، حابين نسمع عن سوريا. ايه سوريا برج الثور العربي وبرجع المواليد الحمل، دخل على برج كوكب اورانوس. من وقت اللي دخل كوكب اورانوس عمل التغيير الجذري، عملية التغيير المفاجئ مع بلوتو اللي هو عم يعمل هدم، صار في هي الحركة. هلا شوفي سوريا كونه برج الثور العربي والهدم عم يجي ببرج الجدي، شو الثور للجدي؟ هو قدره. لذلك قدرنا كنا نوقع بهي المطب، في شيء كوني مو بالاشخاص، ما له علاقه بالاشخاص، لا علاقه بالحكومات، هذا في شيء كوني. ما قلت لك انا رجعت لعام 1856 تلاقيت حروب اهليه، لقيت حروب مع الهند، لقيت انه بدايات لهي الحروب كانت استمرار نزاعات، استمرار هي نزاعات. نحن عمليه استمرار ما فينا نعملها نحن لشتاء 2023، هي شتاء 2023 بيطلع هذا كوكب اللي عم يهدم ليعمل حركه بناءه بالهواء، لانه بده يجي على برج الدلو، برج الدلو هوائي. طيب طبعا هيك طمنينا اكثر عن هي السنه. طبعا شوفي برج الحوت مع المشتري
كونهم بدهم يدخلوا مع بعضهم كثير عملية حلوة. رح نتفاجأ انه السنة في فن، في غناء، في مطالعة، في اكتشافات، يمكن كمان على مستوى الطب. يعني في شيء ثورة طبية رح تظهر السنة، بمعنى انه انت يمكن كنت تاخذي دواء وتتفاجئ انه هذا الدواء كان يشفيكي، وتتفاجئ انه هذا الدواء طلع كان ممكن يكون يأثر عليكي بضرك. يعني في كشف أسرار، عملية كشف أسرار، ممكن شيء له علاقة بالكورونا، بكل شيء، بالطب، بالكورونا، بكل شيء رح يكون في كشف أسرار السنة. رح تتفاجئ انه حتى على مستوى المؤسسات رح يكون في انهيار، صعود نزول. على مستوى النفط، لانه نحن الحوت هو باقي، مشتري بده يدخل على الماء، معناته بده يعمل بالماء انتشار. يعني هلا المشتري هو معروف انه التضخم، عمليا دخوله على الحوت عمل عملية تضخم، التضخم معناته في ارتفاع ونزول، ارتفاع ونزول، ما في استقرار لا بالنفط ولا باسعار النفط. يعني عشان ما نحكي ونقول انه والله الحق على فلان، ما نرمي نحن الحمل على غيرنا، نروح ندور ونقرا ونرجع بالتاريخ ونتفاجئ انه في شيء له قصص بالتاريخ هو اللي عم يوصلنا لهي الحاله. يعني بنبلش بالابراج بالبطل من البدايه، يلا بلشينا يعني بالعسرة. انا نرمين، بلشينا بالعسرة. لا اعطيني اول شيء، بدي اعرف شو برج العقرب، شو اسمك انت؟ انا نرمين. نرمين، وامك؟ مها. مها. والله لك خمس سنين تعبانه انت. خلصنا هلا من التعب، خلصنا. مواليد شو؟ ال 91. عادي على الاذاعه. 22/5/91. 22/5/91. يعني برجك جوزاء وثور العربي، ورقمك 9. انت نار، يعني نار، شعله نار، دائما حظوظ، انت حظوظ، لانه حظوظه. يعني اذا رسمنا هذا المثلث هلا بنلاقي رقم 9 دائما بنرسم 6 ونعمل 3 دائما. اعضاء اللي شوفي بتبين هيك على الكاميرا. مثلث 9 6 3. في ناس سألوني على الكود اللي 9 6 3، عم يحطوا 9 6 3. قلت لهم لا، اصحاكم حطوا 9 بالنص. قالوا لي شو القصد بالنص؟ قلت لهم لأنه هي رأس الهرم 9 و6 3 مجموعة 6 و3 قديش بصير؟ 9 9 و9 بصيروا 18 18. لكوينة بس انا لا، صارت 111، انا مو 18، كانت 100. تتغير الحياه في الحقبه، كل ما كنتي بحقبه جديده تتغير. يلا هلا اليوم رح لنا يعني انا جاي ضيفه بس هيك، لا نور، تنوروني ونوركم. نوره اكيد. نروح للابراج، توقعات الابراج. هلا الابراج هلا حمل، نبلش من الحمل. لا بس لنعطيك شو السبب. هلا انا في عندك المريخ، قسمت السنه لثلاث مراحل. شو السبب قسمتها؟ في عندنا كوكب المشتري بده يدخل على الحوت ويرجع يطلع على الحمل ويرجع على الحوت، هي مرحلة. بده يصير بالحمل، بدنا نحكي كمان عن كواكب، عن الأبراج اللي بيكون بحالته وقت بيكون موجود بالحمل، هي تنتين. عندنا كوكب، عندنا المريخ بده يقعد 7 شهور ببرج الجوزاء، فترة طويلة، بده يقلب السنة وهو بالجوزاء، وهذا مريخ ناري، وبدهم يقترنوا بفترة بين آذار ونيسان، بدهم يقترنوا مع بعضهم المشتري والمريخ. هون بخوف المريخ لأنه سمعته سيئة، المريخ هو كوكب حرب، ضرب، شجاعة، قوة، يعني سمعته سيئة. لذلك أنا مقسم السنة لثلاث مراحل. هالمرحلة الأولى يعني كحمل بيحمل طياته كبداية سنة، انفراجات. هالانفراجات رح تكون ضمن مؤسسات. هلا اذا احنا عملنا دائره للكواكب بنشوف انه مين العداوه للحمل، هو الحوت. بس هالكوكب الحلو اللي جاي على برج الحوت بيعطيه للحمل مؤسسات، بيعطيه شركات اجنبيه، بيعطيه مال من غرباء، بيعطيه عروض مع مؤسسات جديده. اذا كان بسجون وبيطلع من السجون، الصحه ممكن شوي تتقلب وبتتحسن اموره. هي عمليا انا عم بحكي بس على حاله وحده، بس اذا بدي اجي على المريخ، بدي اجي على الزهره، لانه كوكب المريخ هو حاكم الحمل. لنعرف المريخ وين بده يروح. يعني انا اذا بدي اقعد هلا معك بقعد شي ساعتين ثلاثه لاشرح لك بس على الحمل شو عنده، بس خطوط مثلا عم بعطيك مثال. لذلك انا ما فيني اقول بشكل عام والله الحمل هو جيد، الحوت هو جيد، ما بقدر. فترات يعني عمره. انت نحن بالحياه عايشين على تواقيت. هذا التوقيت لك هالسنه، السنه الجايه لك، اللي بعدها صح. طيب خلينا نحكي مشان يكون في مساحه ايجابيه، مساحه اكثر. الحمل بالصيف ب 11/5 رح ينتقل الكوكب المشتري لبرجه، هي الحاله رح يعطيه انتشار وقوه، بما انه هو بيعطي هالحظوظ. ورح رجعه، انا رح رجع الكل، كل اللي عم يشاهدني، لل 2010.
2010 ان كان بالحوت ان كان بالحمل يرجع هو ل 2010 الاحداث اللي كانت معه بال 2010 شو اشتغل بحياته شو قدم السنه لازم يفترض انه هو يقدم شيء وهلا بده يتابع بده ينهي مرحله ويفوت على مرحله جديده هالمرحله الجديده حسب كل انسان وعيه وحسب هو اجتهاده حسب دراسته حسب هو شو بيحب تمام وصلنا يعني هاي مرحله عم نحكي عنها انا بشوفه بالصيف هو من الناس اللي ايجابيين اكثر مولود الحمل فتره انتقال المشتري المريخ عفوا من 22/8 بالصيف من 22/8 بده يحذر لا يتزعل مع جيرانه ولا مع اخواته لا يتخانق اذا راكب سياره يمشي على مهله نجي نقلب على الثور ما بتكون وقت في نقلب وقت عشان ما حدا يزعل مننا يعني انه اخذنا مشان اعطيكم المقتطفات طبعا نقلب على الثور الثور بما انه له سنتين لا له سنتين هو جيده اعماله بس سنه 2022 رح تفتح له افق بانتشار الجماعات والصداقات والمعارف الجديده فرص ارتباط ويعني اذا كان وضعه بيسمح فيها زواج للثور حسب كل واحد وضعه وطبعا هذا بده يكون شهري بده يكون يومي بده فيها متابعه بده يتابعني على صوت الشباب ليقدر يمشي معي ليعرف شو عم بحكي في عنا انا نشف ريق بتشربوني ماي طبعا تفضلي عفوا صح هو مو نشف ريق من الابراج مش ريق حلو هيك نعطي هدول القصص مساحه يعني. دائما بننطر الابراج الناس كثير بتحب يعني وبالكنترول هذا والله هو علب حقيقي هلا مخرجنا انا حالك سؤال الا شو قلت يلا بيز خلينا نكفي هو اسد فركزي له كله ناطر برج المهم الثور لا ما عم يعني انا هلا اذا بدي اقرا لك اقرا في كثير حكي بس صحيح. هلا عم بعطيكم لانه حسب الوقت عناوين عامه عناوين الثور هو سنه الصداقات والعلاقات والانتشار وسنه الزواج وبالصيف رح يكون عنده طبعا هو ما رح يستفيد من كوكب المشتري لو كان بالصيف بالحمل هو ما رح يستفيد غير بعروض مع مؤسسات ورح يكون عنده شغل مع الغرباء ورح يكون عنده تعامل مع شركة أجنبية أو يكون عنده مصادر مالية من أجانب طبعا الثور هي بالصيف صحيا كمان في تحسن عند شوي عند الثور لأنه كان تعبان شوي بنشوف شو كمان يعني في قصص كثيره ما عم اقول لك هلا عم بعطيكم بس بشكل عام عنوانه للثور سنه الصداقات والمعرفه مثلا اذا بالبيت في ثور طالب كل يوم بده يطلع زياره كل يوم بده يطلع مشوار كل يوم بده يروح لعند رفيقه بدها تنتبه اي اهل البيت ينتبهوا عليه شو السبب الجوزاء له سنتين عم يتعب وتغيير وامور ماليه وفواتير وامور صحيه ومرافقه مريض انتقل لمرحله وعم يروح ماله انتقل لمرحله اللي انه يرجع عزه وسافر وحكى باوراق ومعاملات ومحاكم وقصص طلع من هي الحاله ليروح لبعد ما فقد اصدقائه ونزل العز لمستوى العمل هلا رجع ينهض بالعز يرجع ينهض بعمله يعني يرجع يبين على الأضواء بالسلطة مع المسؤولين مع الغرباء لبين مرحلة الصداقات والعلاقات والمعارف بانتقاله للحمل برج الجوزاء بمرحلة الصيف هو رح يكون جيد ورح يكون عنده عزايم ودعوات وفرصة ارتباط الوضع بيصبح السرطان هو الحظ الأوفر أكثر بأول السنة لأنه المشتري بمثلث هن مع بعضهم العقرب الحوت السرطان هالمثلث الفرق كتير إيجابي بما أنه المشتري رح يكون بالحوت كتير رح يعطي إيجابيات للسرطان رح يعطي سفر أوراق معاملات رح يعطي عز رح يعطي ميراث إذا عنده توقيع ورقة ممكن يوقع الورقة بس إذا قلت له أنا وقع بفترة تراجع عطارد بكون أنا عم ضره تنتظر إمتى عطارد ما عم يتراجع بتقدر توقع أوراق بدهم ينتبهوا كمان لأنه يعني في خفايا بهذا العلم عندنا الأسد اللي له سنتين حدا عم يسحب له بساط من تحت الأقدام بالعمل مؤامرات تعب إزعاج مواجهات ما أخذ مكانته الحقيقية رح يتغير السنة ورح نتفاجأ أنه الأسد أنه في عنده أموال نايمة قديمة في عنده دفينة في عنده قصة عقار يمكن يبيع ويشتري بيربح هي بفترة أول السنة بانتقال المريخ للحمل رح نتفاجأ بالأسد أنه بده يسافر بيهاجر بيستقبل ناس إذا عنده ورقة قانون بتمشي إذا عنده محاكم إذا عنده قصة على صعيد سفر إذا عم بفكر بالسفر الهجرة أنا وقت بقول سفر مو يعني على حمص على حلب الهجرة بالنسبة للأسد سوريا. ممكن يقدر يهاجر ويقدر يستقبل ناس ويلم شمل اذا عنده ناس طيب. اما العذراء اللي له سنتين تعبان السنه سنه بده يتنفس الصعداء اولا
بسنة ارتباطات. ونحن حكينا السنة شو رقم السنة؟ إلنا اثنين يعني زوجية، سنة الانتشار، سنة الشراكات، سنة العلاقات، سنة اللي فيها شراكة عاطفية بعد ما ترك وبعد ما خسر، اللي طبعا وضعه بيسمح يمكن يكون أول ارتباط، بس في ناس عندهم ارتباط سابق وصار عندهم فشل السنة الماضية، السنة القادمة بيرجعوا حنفرح السنة بالعطراء، نفرح فيهم بعقد ارتباط جديد على صعيد عمل أو على صعيد شراكة. وأكثر شيء بنشوف عندهم المال، يعني ممكن تتزوج حدا سري العذراء، اذا عذراء سري، او في امكانيه ماديه تتحسن بالصيف. طبعا اول السنه بتتوافق هي، بس في عندنا قصه اذا اجى العريس بهدول الشهرين ما تمشي لا بخطوه ولا بزواج، في تراجع الزهره من 29 الشهر واحد ل 30 واحد، هي فتره 40 يوم فيها تراجع الزهره. اي خطبه بتفشل، اي تجميله بيفشل، اي قصه بتتعلق بالجمال والفن بيفشل. إذا في خطبة بدها تمشي هلا أجليها لبعد هي المرحلة. أما الميزان اللي هو عم يرافق مريض تعبان، مزعوج صحيا تعبان، أموره يعني في قصص كتير شغلته السنة الماضية، هم أولاد أطفال، اشتغل شغلة يمكن ما كانت شغلته، اضطر إنه يساير، ترك عمل ليروح لعمل جديد. بسنة 2022 رح يكون عنده تراكم أعمال، رح يكون عنده شغل بأكثر من مكان، المنافسين رح يكونوا على جنب بسنة 2022 لوليد الميزان. بالصيف إذا وضعه بيسمح في شراكة، في شراكة عاطفة، في شراكة عمل. وبشوف بالصيف أنا عنده قصة ممكن تكون تتعلق بتوقيع مهم، يمكن يوقع على قصة كتير حلوة بالصيف طبعا. إذا في شوية عرقلات حسب الكواكب بتكون متراجعة، بس أما الكواكب ماشي دغري سيري ما في مشكلة للميزان إذا فكر أنه يغير بالعمل او الشراكه الصيفيه. عندنا العقرب عم يمشي بقدر، بتغيير، بقصص كان سابقا مزعوج شوي، متضايق، كمان كان عنده قصه ميراث ومشاكل عائليه وفي مشاكل صحيه بسنه ال 2000 ومشاكل عائليه بسنه ال 2022. مثلا نعطيكم مثال، ام عقرب عندها ولد ما بيجي اولاد، السنة بتسمع خبر بخص الأولاد للإنجاب حلوة كتير. طبعا أنا مثلا برجع عقرب، امرأة كبيرة كيف بدي إنجاب؟ عم تقولي إنجاب مثلا صبر، الإنجاب مو ضروري إنه للشخص نفسه، الإنجاب ممكن يكون للمقربين للمحيط، يفرحوا بقصة إنجاب لهم زمان. إيه وفي عنا طبعا بس شغل كتير تراكم أعمال وتنقل، يعني أنا مثلا إذا عنده زواج لأحد أولادهم بيصير في كلة بالعيلة، ممكن تصير تروح وتجي الحماية، الوقت عم يداهمنا. يلا القوس كتير هو محظوظ، رح يكون أكثر بغيره بالعقارات، بالسكن، بالبناء. قصة السكن والعقارات سنة كثير حلوة، سنة المعادن وسنة الفضة والذهب، أي شيء بده يشتغل في القوس بهي المرحلة كثير بتساعده، لأنه هي سنة عنوان الذهب والفضة. بالصيف رح يكون عنده الحظ الأوفر وتغيير مكان إقامة، صوته مسموع. عندنا الجدي رح يكون عنده سيارة، لقاءات، مقابلات بأول السنة. بالصيف رح يكون عنده عقار جديد أو عتبة جديدة ومكان جديد. اما الدلو هو راح يكون اللي يمكن ما استفاد السنه الماضيه، استفاد او ما استفاد بوجود المشتري عنده، راح يكون الحظ الاوفر له لانه انتقال المشتري من عنده لبيت المال، يعني انه هو ممكن يكون في كنوز، ميراث، مصاري. طبعا بشكل عام عنده حركه بالصيف كمان اقوى، بيتنقل، بغير مكان شغله، بغير بيته، ممكن يكون في سياره جديده للوضع بيسمح. طبعا بيبي صغير تجي سياره هديه. اما الحوت حطيناه هو بالقائمه، هيك بده قائمة بسبب لأنه زيارة كوكب المشتري اللي له 12 سنة ما زاره صار بالحوت. أنا بعتبر هون الحوت هو رح يكون كتير برتاح ببداية السنة، بده ينتبه بس من السمنة، هو والميزان بده ينتبهوا من السمنة السنة. طبعا في انتشار اسمه رح يبين، اسمه رح يلمع، ممكن نشوفه علامة طائرة للحوت، رح نشوفه كمان يفرح بأولاده. بالصيف رح يكون في مردود مادي، رح يروح لشوي ويرجع لعنده ليكفي السنة ولينتقل بعدين السنة الجاي كمان لبيت ماله للحوت إن شاء الله. هي عناوين ملخص عام. يعني دائما احنا بناخذ منك الطاقة، او مثل ما بنقول ما في حظ مطلق كل السنه وما في حظ عاسر كل السنه. بدنا نشكرك كثير اليوم لوجودك معنا ولكل هالطاقة الايجابية اللي اعطيتيناها. شكرا كثير، بشكركم كثير لاستضافة الاخبارية اللي هيك، مع انه اليوم صوت الشباب زعلوا بيكونوا عم يقولوا نحن وياهم واحد، يلا سرقناك شوي منهم، حطيناهم قلنا لهم يلا الحقونا على الاخبارية. سيدي سمر عمران خبيرة الابراج الطاقة والارقام، شكرا لك ولهالطاقة الحلوية اللي عطيتنا اياها، لنا وقفات ثانية بصباحات ثانية. شكرا.